خلنا نشوف حد درشني خزي والله. وعلى وهو ضوء مستعدين بس لعدت من رشاشاتهم وانا طالع اخر له. يا ويلي اللي رشني والله متسبح ومتضبط. يوم تشوف حد ماسك الرشاش مال ماي ولا اي شيء حوله ماي يشرد عنه، اي حد يخطف من هناك يرشوهم واللي شايل سلاح يبعد عنه. يلا حباكم شوفوا حتى الناس شو لابسين، لابسين لك هذا مال يعني حاطين تليفوناتهم في البلاستيك معلق بصدورهم ولابسين لك مال شو اسمه هذا ضد الماي، كل شيء اسلحه. ياهي علينا ياهي شغله طالع ها كل واحد بسلاحه، حتى عرب وايدين ذاك اليوم عائله كامله. طلع هذا اي حد يخطف لازم يرشه شرط اللي سوى ماركتينج. اعتقد اليوم الثالث صار كان الله يستر من الشارع العام. المشكلة إن ما حد يقول له شيء، يعني رشك بماء عادي لازم تسكت. لا إله إلا الله. كل واحد بسلاحه. طلع شوارع متغرقة من الرش. هذا اللي يترجل يقول لا ترشونه رشوهم ما سوى لهم سالفه. انا شردت هني في المول سوبر ماركت طالع ما خلوا حد في حاله بس مين ترش الرش. احسن شغله تنخش هذا اللي يرشون انك تدخلك في اي مول اي سوبر ماركت ممنوع الرش داخل، بس برا لازم يرشونك. فأفضل طريقة زين بصبر شوي برا قاعد يرشون وايد. اخذ لي لفة هني هذا فندق معمول منطقة العرب زين ما في شيء مطعم. بطلع من الباب الثاني على الشارع العام احسن. ذو كثر محلات العود هنا في منطقة العرب. هلا ترش العالم برا لابسين لك مال المطر.
اركض. الشارع هذاك ملغوم اللي يرشون، فشو سويت انا؟ قطعت الشارع هذا شويه اهون، هناك ملغوم مره، اي حد يخط لازم يرش. كلهم بسلحتهم. بعد قلت خلنا نطلع الساعة واحدة يعني متأخر. لازمين نرشون هناك. بس ما طلعت على فكرة. ما داني هذه الحركة مال. يجيك يرش فيها. خلونا نشوف مكان مرتب راقي. هذا شو هذا؟ حياة رجنسي؟ لا. اظني والله ايوه حياة رجنسي هذا. طالع متجمعين. هذا عربي طالعني يرعاك اسميه برشوش رش. ذكريات هذا الفندق. بس ليش مسكرين الباب؟ اظني صيانه ما اعرف. سوس هوتيل بانكوك، هذا سكنت فيه في اول سفره لي في تايلاند 2015، بس ما اعرف ليش مسكرين الباب. ما ادري هذا الفرع ولا في فرع ثاني له، بس اتذكر سوسة فتيل بانكوك، او انا جاي من الجهة الخلفية. بعدين بجيب بس غالي والله، حول 7000 الليلة كان في ايام اتذكر. هذا فندق ريدسن بلو سكونفت، والله شكله فنان. قاعد احاول استكشف يعني امشي من شخص زين. دخلت في الشوارع هذه الفرعيه علشان ابعد عن هذه الماي. اخيرا رشينا ما في فايده، حاولنا نبعد ما في فايده.
الرشام هذا ما في فايدة. جهز سلاحه.